قال عضو مجلس الشيوخ إيهاب أبو كليلة إن الدستور كفل حرية تداول المعلومات لكل المواطنين، مشيرا إلى أن الموضوع يتعلق بكافة مناحي المجتمع ويتمثل في حق المواطنين في معرفة الحقائق من مصادرها الأصلية. المحور السياسي الذي شرفت بالمشاركة فيه لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان. هذه اللجنة ناقشت عدة ملفات. الملف الأول الذي ناقشته في جلسة الحوار الأول هي ملف التمييز وضرورة إنشاء مفوضية للتمييز كاستحقاق دستوري. اليوم نتحدث عن قانون تداول المعلومات كاستحقاق دستوري طبقا لنص المادة 68 من دستور مصر الحالي 2014، والذي أصبح ضرورة ملحة كما دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 عند وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في النقطة الخامسة، المحور الخامس أو المحور الرابع حرية التعبير، إلى ضرورة إصدار قانون لتداول المعلومات والبيانات والإحصاءات. هذا القانون يعني أصبح من الأهم بمكان أن يتم وضع خطوط عريضة حتى يظهر إلى النور.